هناك مشكلة كثيرا ما نسأل عنها نحن أطباء القلب، وكثيرا ما يعاني منها أفراد المجتمع، ألا وهي الخفقان أو الرفة. الخفقان أو الرفة لها مدلولات كثيرة وتأتي بأنماط مختلفة. ما أود التنبيه عليه أن هناك خفقان حميد وهناك الخفقان الغير حميد. الخفقان الحميد عادة ما نراه عند صغار السن، وكثيرا ما يكون هناك محرش أو مسبب لهذا الخفقان الحميد. الخفقان الحميد لا يصاحبه إعياء شديد، لا يصاحبه دوخة أو غيبوبة، لا يصاحبه آلام شديدة في القلب. الخفقان غالبا ما يكون عند صغار السن بسبب عاداتنا الاجتماعية، منبهات كثيرة، نيكوتين أو دخان كثير، قلة نوم أو سهر شديد، هذه من المسببات للخفقان الحميد. وعادة بتغيير أنماط حياتنا اليومية تخف هذه الظاهرة، وعادة نبحث في صغار السن عن مسببات لهذا الخفقان الحميد غير ما ذكر آنفا. المسببات معروفة لدى أطباء القلب والأطباء بشكل عام، أنه قد يكون نقص الحديد الشديد هو أحد المسببات، وقد تكون اعتلالات الغدة الدرقية من المسببات لهذا الخفقان الحميد. الآن في خلال زيارة المريض نبحث كل هذه القضايا ونطلب بعض الفحوصات، وغالبا إذا تم تشخيص المسبب الرئيسي الخفقان يزول وتتحسن حالة المريض، ما لم نبدأ بإعطاء أدوية مثبطة لمثل هذا الخفقان، وعادة هي أدوية جيدة وليس لها أي مضار على صحة الإنسان. الخفقان الغير حميد، الخفقان الذي يصاحب تعرق شديد، الخفقان الذي يصاحب نوبة إغماء، الذي يصاحب إعياء شديد نضطر إلى إدخال المريض للمستشفى، غالبا ما يصاحب كهرباء متسارعة في القلب تحتاج إلى دخول العناية المركزة أو دخول المستشفى لإعطاء أدوية خاصة عبر الوريد لمثل هذه الحالات. وبالغالب ما تكون مثل هذه النوبات متسبب فيها الذبحات الصدرية أو تصلب الشديد في شرايين القلب، ومزيدا من التحري يظهر ما هو سبب مثل هذه أنواع الخفقان الغير حميد. الخفقان الغير حميد يتطلب وجود اختصاصي قلب يساعد المريض على معرفة نوع هذا الخفقان وكيفية علاجه، ويحتاج أدوية خاصة بمثل هذه الحالات. عموما هذه ظاهرة معروفة بشكل عام لدى أطباء القلب ولدى زملائي من أطباء القلب. ننصح دائما من يصاب بالخفقان مراجعة طبيبه لمعرفة ما هي هذه الأسباب، وهي ظاهرة متكررة ودورية ونراها بشكل يومي عند مرضانا. وشكرا لكم.